وبدورها أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت على أهمية دور قرينة العاهل المفدى حفظها الله بإنجازات المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة. كل عام وانتو البحرين وأهلها بخير ورفعة وتقدم دايم، ويوم المرأة البحرينية له نكهتها الخاصة، فهو باكورة أعياد البحرين المجيدة ويوم من أيام البحرين الخالدة كما يصفه صاحب الجلالة ملك البحرين المفدى حفظه الله ورعاه. ونحيي المرأة البحرينية في يومها المبارك في كل مواقع العمل والخدمة الوطنية والأسرية، واللي نعتبره الحقيقة خير فرصة لتجديد عهود البذل المخلص ولتقديم الأفضل وكما تستحقه بلادنا العزيزة. وبالنيابة عن المجلس الأعلى للمرأة ودي أشكركم شكر خالص كطواقم عمل في إذاعة وتلفزيون البحرين على تحضيراتكم المتميزة لهذا اليوم، وفي مقدمتكم الأخ الكريم سعادة وزير الإعلام المتابع بشكل شخصي لكل تحضيرات الاحتفاء بالمناسبة الشكل اللائق بها، فشكرا لكم جميعا. تصريح سموها حفظها الله جاء منبثقا من نهج أصيل تلتزم به شخصيا وتحرص عليه، وهو أن ينسب الفضل لأهل الفضل. ومن أهم ما جاء في رسالة سموها هو التوقير المستحق للمواقف الملكية السامية والدعم المتواصل واللامحدود لرفعة وتقدم المرأة البحرينية. وهذه الرعاية الملكية الحقيقة تشكل الركيزة الأساسية اللي مكنت المجلس عبر مسيرة عطاء بقيادة سموها وهي رائدة النهضة النسائية الحديثة ببلوغ مرحلة عمل جديدة تنهض فيها المرأة البحرينية بشؤونها وشؤون أسرتها ومجتمعها. وهذا أمر أنا لا أدعيه، إنما تؤكده المؤشرات الوطنية والتقديرات الدولية وكثير من الشواهد المادية بحسب ما نراه ماثلا أمامنا من نجاحات ميدانية يباركها ويساندها الرجل البحريني كما أشارت صاحبة السمو، وهو بكل فخر أهم عنصر في وصفة نجاح المرأة البحرينية. سموها أيضا حرصت على استذكار جهود فقيد البحرين المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اللي كان لجهوده الكبيرة والمخلصة وخلال مسيرة عمل حافلة بالعطاء أن يضع أسس مشاركة المرأة المبكرة في عدد من المجالات. ثم جاء العهد الزاهر بقيادة العاهل المفدى بتطلعاته المتجددة والحداثية ليؤذن لمرحلة عمل جديدة ولنقلة نوعية نشهد فصولها اليوم بكل وضوح، وطبعا بمساندة وتنفيذ دقيق ومهني وعصري وبرؤية تجمع بين عراقة البناء وأفق التحديث والتجديد يعمل على تحقيقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأعانه. ولا نملك في الواقع أمام كل تلك الرعاية والاهتمام من قبل القيادة السياسية إلا أن نكون جميعا كنساء بحرينيات على قدر هذه الثقة والمسؤولية، وبالبناء على عطاء المرأة البحرينية الممتد في عمق تاريخنا ومن هذا الفضاء الوطني الرحب الذي لا حدود لسقفه